ليس بعيدا على العراق ما يحدث من قلب للموازين العسكريه بين الدول المتناحره على الحدود التي تجمع بين تركيا وسوريا والعراق والتي اشتد الصراع بين تحالفات تغيرت حساباتها سيما بعد اعلان تركيا هجوما بريا في الداخل العراقي ومثله في سوريا اختلاف المصالح بين واشنطن وموسكو صعد من لهجة الخطاب مع أنقرة لتضع الأخيرة شروطها فيما يتعلق بوقف الحرب البرية والمتمثلة بتراجع قوات حزب العمال الكردستاني إلى الداخل السوري والعراقي مسافة 30 كيلومترا على الأقل وما تعتبره أمريكا حليفا لمواجهة الإرهاب هو عدو تركيا اللدود وهي قوات سوريا الديمقراطية التي تقول واشنطن إنها تخدم مواجهة الإرهاب وهو ما خلق توترات مستمرة بين البلدين في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية. المستفيد بحسب وسائل إعلام أمريكية هي إيران التي وإن انشغلت بحسب محللين في تظاهرات شعبها إلا أنها حولت الاحتكاك على الحدود مع العراق لصالحها ووجدت دعما من بغداد بتنفيذ خطط نشر قوات الحدود إلى جانب تعهد عراقي بعدم السماح لتلك القوات بتوجيه ضربات من الداخل العراقي إلى إيران. وهو ما يساهم في إعادة حسابات ترفع حدة التسلح الأمريكي والتركي والمواجهة بينهما على حساب المناطق العراقية المتاخمة للحدود التركية. وفي المشهد مصالح متناحرة بين ثلاثة أقطاب لم يضع أي قطب فيها حسابات لسيادة بغداد أو مصلحة لأمن إقليم كردستان. بما يعني ان العراق اصبح امام فوهه السلاح الدولي وامام تحذيرات خبراء امنيين من دخوله مجددا في دوامه صراع تصفيه الحسابات على حساب هيبه الدوله وسياده اراضيه واراده القرار الامني اذ كل دوله محاذيه تبحث عن مصالحها بشكل احادي الجانب رغم ما يصدر من تصريحات اللقاءات الرسميه هنا وهناك وتلك مرحله يؤكد محللون انها ستصاحب المساله على الحكومه الجديده فيما يتعلق بمعيار حفظ الامن في الداخل العراقي تحديدا في العمليات الدائره والمستمره في شماله سيما بعد تهديد تركي على لسان اردوغان الذي اكد ان بلاده لا تنتظر موافقه اي دوله لاستمرار هجماتها العسكريه الاخيره